وننزل بالموسيقى الحزينة، ده دليل على ان دي اخر حلقة في حلقات تحليل وفحص البراز. كفاية مكملين في الفحص الميكروسكوبي والبند الثامن undigested food او الميكروسكوبيك undigested food او remnants of food، الغذاء الغير مهضوم او بقايا الطعام. ايوا هنشوف جزيئات اكل مختلفة نزلت في البراز ما تهضمتش وتشوفها تحت الميكروسكوب، ودي اول حاجة عينك بتيجي عليها اول ما تبص في الميكروسكوب. وللأسف في زملاء واطباء مش بيعطوها اهمية كافية، وهنا نسأل السؤال المهم، هل هي مهمة ولا لا؟ تعال نعرف. وجود الغذاء الغير مهضوم في البراز امر مهم وشائع وبيفيدنا جدا حسب النوع علشان نعرف عسر الهضم مصدره ايه، وبيفيدنا في بعض حساسيات الطعام. طيب تعال اقولك زي ايه. رقم واحد وهو الفات، حبيبات الدهون، زي ما انت شايفها كده قدامك هي اجزاء غير منتظمة الشكل والحجم ولونها متدرج ما بين الاصفر الفاتح اللامع الكهرماني الى اللون البرتقاني واحيانا البني. خد بالك ممكن تختلط معاك وتتشابه مع شكل سيست او بويضة، هنا ممكن تفرق بينهم ببساطة ان احنا هنضيف emulsifying agent، حاجة هتدوب الدهون. ممكن نلاقيها مع عسر الهضم الخاص بالدهون، او الشخص ده عنده جياردية او عنده التهاب في البنكرياس مزمن او اسباب تانية زي دي. خد بالك احيانا البراز بينزل كله دهون، هنا هنسميه براز دهني ستيتوريا. تاني حاجة قياس نسبة الدهون بالبراز حاجة مهمة جدا، لدرجة ان في تحاليل منفصلة ومتخصصة بدهون البراز، ولاحظ ان غالبا الوسط هتلاقيه حمضي. تاني نمط معانا وهو الفيجيتابل سيلز او البلانت سيلز، خلايا الخضروات او خلايا النباتات شكلها زي اللي قدامك دي بالظبط، ممكن تكون بيضاوية او دائرية كده وجدارها مش منتظم قوي وتاخد اكتر من لون وجواها حبيبات او دوائر صغيرة احجامها متفاوتة، او ممكن تلاقيها شبه خلية النحل دي. تمام، للأسف كتير بيختلط عليه شكلها مع الاسكارس. تعال نعمل مقارنة بسيطة كده، الفيجيتابل سيل احجامها متفاوتة اما الاسكارس حجمها ثابت، الفيجيتابل سيل الوانها مختلفة اما الاسكارس لونها ثابت، الفيجيتابل سيل جدارها مش منتظم اما الاسكارس جدارها منتظم، هنا محتواها دوائر صغيرة كده هنا محتواها جنين. هتلاقيها مع الجماعة اللي بياكلوا خضروات بكمية كبيرة شوية او عندهم عسر هضم للخضروات. تالت نمط معانا هو البلانت فايبر او الفيجيتابل هير او الفيجيتابل فايبرز، الالياف النباتية، لها اكتر من شكل يا شباب، شبه الشعر مثلا متفردة او متجمعة، شبه نجم البحر، شبه المشط، شبه العظمة، شبه الحزام، كل دي اشكال مختلفة للبلانت فايبر، ممكن تختلط معانا مع شكل اليرقات وفرق بينهم ازاي بالمحتوى الداخلي بتاعها، بلاقيها غالبا مع الجماعة اللي عندهم عسر هضم للخضروات. رابع نمط معانا وهو السيليلوز او السيليلوز فايبر، تمام، او الفيجيتابل سبايرلز، الخضروات الحلزونية، شبه السوستة زي ما انت شايفها قدامك كده، وبنلاقيها مع الجماعة اللي بياكلوا خضروات فيها سيليلوز، وطبعا لاننا كبشر مش عندنا انزيمات تهضم السيليلوز فبتنزل. النمط الخامس وهو المسل فايبر، الالياف العضلية، شبه شريحة اللحم المتخططة كده او الخيشة، لانها عبارة عن عضلة لحم حيوان مخططة، تمام، هتلاقيها مع الجماعة اللي بياكلوا بروتينات بكمية كبيرة او عندهم عسر هضم للبروتينات او عندهم اسهال مزمن واسباب تانية زي دي، تمام، نزولها في البراز اسمه كرياتوريا. النمط السادس اللي ممكن تشوفه هو الستارش، حبيبات النشا، شكلها غير منتظم كده بيضاوي او دائري، وغالبا بتكون كتير ومتجمعين مع بعض كده، وغالبا حواليهم كيس او حويصلة شفافة كده بتشيلهم، ومختلفين في الحجم والشكل، للأسف بتختلط معانا مع بويضات الاكزيورس. يا راجل في فرق كبير او ما بينهم، ازاي تختلط ما بينهم؟ ولو ما قدرتش تفرق ما بينهم حط يود، النشا هتبقى لونها بنفسجي والاكزيورس هتبقى لونها اصفر لبني، وهنلاقيها مع الجماعة اللي عندهم عسر هضم للكربوهيدرات او عندهم التهاب في البنكرياس مزمن، خد بالك ممكن يكون البراز اسهال. بالنسبة للتسجيل بقى ارجوك بلاش اللي هو الاندجستد فود بلس واحد بلس اتنين بلس تلاتة والكلام العام ده، لا انا عايزك تفصل وتوضح كل نوع على حدة لو سمحت، زي مثلا كده
البند التاسع والأخير الميكروسكوبيك أرتيفاكتس أو أذرز، عناصر أخرى ممكن تشوفها، وجود بعضها ملوش أهمية طبية ويمكن كتابته أو لا، وبعضها مهم جدا ولازم تعرف مصدره، هل هو تلوث للعينة ولا من المريض نفسه. زي الآتي: رقم واحد وهو الفود كريستلز، بلورات غذائية. زي ايه؟ زي التريبل فوسفيت كريستلز، الكالسيوم اوكسالات كريستلز، بنشوفهم في البراز مع الجماعة اللي بياكلوا اكلات زي الطماطم والسبانخ والتوت. جميل. تاني حاجة كريستالات عامة. زي ايه؟ رقم واحد الشاركوت لايدين كريستلز، دي كريستالات ناتجة من تكسير خلايا الإيزينوفيل، بنشوفها مع الحالات التهابات والتقرحات وحالات فيها أميبا. تاني نوع كريستالز ممكن تقابلنا وهو الهيماتويدين كريستالز، ودي ناتجة من الهيموجلوبين، بنشوفها مع الجماعة اللي عندهم نزيف في الأمعاء. تالت حاجة وهي الخمائر يستس أو الكانديدا. بص يا صديقي، غالبا الكانديدا بتعيش بصورة متعايشة في الأمعاء، وعلشان كده ممكن تنزل بشكل طبيعي، ولكن لو نزلت بشكل كبير ممكن يكون في مثلا توتر، أو المريض ده بياخد أدوية بتخفض المناعة بتاعته، أو بياخد مضادات حيوية، أو لأسباب تانية كتير. رابع حاجة ممكن نشوفها وهي البولين جرين، حبوب اللقاح، ودي لها أشكال كتير جدا ولها مواسم، زي موسم مثلا حمى القش مثلا، او مرضى عاديين ولكن خد كمية اكبر من 75 ميلي جرام من حبوب اللقاح دي فهتنزل مع البراز. خامس نمط ممكن تشوفه هو الهيتروديرا او البلانت بارازايت، بيضات طفيليات. الطفيليات دي اصابت جذور نباتات الانسان اكلها. زي ايه؟ زي جذور الشمندر والفجل واللفت، وهتشوفها لما اكل نبات مصاب بالطفيل ده. سادس حاجة ممكن تقابلك وهي الاير بابلز، فقاعات الهواء، زي ما انت شايف كده جدارها تقيل حجمها متفاوت، هتشوفها لما يحصل خطأ اثناء تغطية السلايد بتاعتك بالكفر، هتشوفها لما تكون عامل تحضير عينة ستول تقيلة شوية. سابع حاجة ممكن تقابلك وهي البلاستوسيستس، دي كائنات حية بروتوزوا متعايشة وممكن تكون ممرضة، بنشوفها مع جماعة المرضى المصابين او اللي بياخدوا لبن غير متبستر او لاسباب تانية كتير. تامن حاجة ممكن تقابلك وهي الاويل دروبليت، نقط زيت كده، هتلاقيها في بعض المأكولات وخاصة الاسماك وفي اسباب تانية كتير. تاسع حاجة ممكن تقابلك وهي السبورز او الفانجال سبورز، الابواغ بتاعت الفطريات، دي مختلفة في الشكل وفي الحجم، بتشوفها مع الجماعة اللي عندهم عدوى فطرية. وعندي برضو المشروم سبورز، ابواغ عيش الوراب، شبه بويضات الديدان لكن بيضاوية ومطولة شوية وبجدارين، وهتشوفها مع الجماعة اللي بياكلوا مشروم. عاشر حاجة ممكن تقابلك وهي الانسكت ايجز او الداست مايت، دي حشرات او البيض بتاع الحشرات ده، جدارها تقيل زي ما انت شايف، ودي الحشرة برضو، ودي غالبا تلوث للعينة. كده انا خلصت فحص البراز تماما في كل ده، تقرير محترم جدا جدا ومعمول بضمير، كل بند من ده شرحته بالتفصيل. عرفتوا لما قلتلكم ان البراز مش سهل، تحليل مش سهل، ده علم كبير، علم الاسكاتولوجي او الكابرولوجي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انا دلوقتي حملتك مسؤولية هذا التحليل الخطير. انا هفتح المايك علشان تعمل لايك، ولو فيك الخير هتعمل شير، وهنتقابل ذات مومنت، واشكرك على الكومنت.